تعاني نساء كثيرات من أعراض وآلام الدورة الشهرية كالصداع وتشنج العضلات والتعب، وبعضهن يلجأن إلى تناول المسكنات للتخفيف من الآلام التي تصاحبها. فهل صحيح أن هذه المسكنات قد تسبب مخاطر صحية كما هو شائع؟ للحديث عن الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور خالد قطيش، استشاري أمراض نسائية وتوليد. صباح الخير دكتور. صباح الخير دكتور. أهلا وسهلا فيك. خلينا نفوت مباشرة بهذا السؤال اللي طرحناه في المقدمة، هل صحيح بأنه هذه المسكنات اللي تلجأ إليها المرأة في حالة الدورة الشهرية قد تسبب مشكلات صحية لها؟ أكيد. هلا لحتى نعرف شو كيف المسكنات بتشتغل لازم نعرف من وين بتجي آلام الدورة الشهرية. آلام الدورة الشهرية ناتجة عن تعثر بالهرمونات بجسم المرأة. نعرف انه الهرمونات هي المسؤوله عن كل شيء بالدوره الشهريه وبجسم المراه، فلما بصير في خربطه شوي بين في عده هرمونات عند المراه، البروجستيرون والاستروجين والبروستاغلاندين، لما بصير في اضطرابات فيهم شوي بصير في الام دوره شهريه، لانه بصير في تقلص بجدار الرحم وبالاوعيه الدمويه بجدار الرحم. هذا كله ناتج عن ارتفاع بهرمون اسمه البروستاغلاندين. فكل الادويه اللي نحن بناخذهم هن اسمهم ضد البروستاغلاندين. فهودي مش بس بيشتغلوا على جدار الرحم، فبيشتغلوا على المعده، بيشتغلوا على الكبد، بيشتغلوا على الانتستين، على الامعاء. فمطرح ما بيشتغلوا فيش يعني فيش دواء بالعالم الا ما عنده شويه اعراض جانبيه، فبالنهايه بده يكون عندهم شويه اعراض جانبيه. طيب دكتور، يعني ايش ممكن هذه تكون الاعراض الجانبيه؟ يعني اهم شيء هودي الادويه الانتي بروستاغلاندين، البروستاغلاندين مهم كثير بحمايه جدار المعده. طيب فمن اهم عوامله، من اهم الاعراض الجانبيه بهالادويه هن الارحب بالمعده. القرحه. الارحب بالمعده. أيوة. فيعني لازم الواحد ياخذهم بعنايه وتحت استشاره الطبيب لمده محدده ودوز محدده، ومش انه على طول يعني كل ما يصير في شويه وجع ناخذ. أيوة. انتي انفلاماتوري اسمه نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري. أيوه. مثل البريفين والفولترين. سوري يعني ما بدنا نعد. أيوه. مش لازم نعد اسامي كثير، بس لا بس انه عشان بس نوضح للناس الفكره يعني ايش الادويه هي. بس برضه بقولوا انه كما هو شائع انه ممكن تاثر على المبيضات عند المراه، او اذا كانت الفتاه بعدها في مقتبل العمر يكون تاثير لهذه المسكنات صحيح؟ الانتي بروستاغلاندين لا مش لا ابدا ابدا يعني لا. مجرد شائعه هذه، ما في دراسات تقول هيك ابدا. طب متى يعني يمكن للمرأة أنه تأخذ هذه النوع من الأدوية هي شخصيا تروح للصيدلية وتجيبها، ومتى لازم لا تروح تشوف طبيب فعليا؟ أوكي. الآلام الدورة الشهرية في نوعين من آلام الدورة الشهرية. آلام الدورة الشهرية الأولية والثانوية، يعني وحدة أول ما بصير عندها عادي شهرية مثل ما بصير بعمر 11 12. لأنه عادة العادي الشهرية بتبلش من 11 وال 15 سنة، فاول ما ببلش عندها الحادي الشهري ببلش عندها الاوجاع. طيب. فهيدي اسمها اوليه، يعني ما بيكون في سبب معين او مرض معين، مجرد تغير فسيولوجي حصل عندها فتبدا تشعر. هو كله البروستاغلاندين. بالضبط. ارتفاع البروستاغلاندين بيعمل انقباض بالاوعيه الدمويه، والاوعيه الدمويه كمان انقباض بجدار الرحم، فكل هالانقباضات بصير في مثل المغص. هو الاوجاع مغص باسفل البطن بينتقل للظهر، فحسب عده يعني ستيجز، يا اما بيكون شويه وجع، يا اما مثلا تقعد بالبيت يومين ثلاثه ما فيها تروح على الشغل. فهيدا النوع من الالم الدوره الشهريه اسمه اولي، يعني هيدا ما في سبب معين، فهيدا بيمشي عليها هالادويه هيدي الانتي بروستاغلاندين. فعاده الانتي بروستاغلاندين لازم تبلشهم المراه، لانه هي عاده بتصير تعرف كل ما بتجيها الدوره بتجيها الاوجاع. صحيح. فبتصير تعرف امتى عم تجيها، عاده لحتى يكون فعال وافيكاس لازم يكون قبل ما تبلش الاوجاع، او قبل ما تبلش الدوره الشهريه، يعني قبل بشي 48 ساعه تقريبا. ايوه. اوكي؟ لانه بس يوصل الوجع ويبلش الوجع بتصير يعني كيف الدواء ما بيقعد ينفع كثير. هي فلما ببلشوا قبل بيكون نافع. اذا قبل 48 ساعه يفضل انه يعني افتراضا بس انه دورتها منتظمه، هيدا بالدوره الاوليه عفوا بالالام. أيوة. الاوليه. بينما في اشياء ثانويه، مثلا اذا كان عندها مثلا نقول فايبرويد، او يعني مثلا ليفي بالرحم، اذا كان عندها البوزيشن تبع الرحم مش مضبوطه، لانه عاده الرحم 90% من النسوان الرحم لقدام، في 10% منهم الرحم لورا، فهذا كمان بسبب الام الدوره الشهريه. إذا كان عندها سرطانات، إذا كان عندها التهابات، كله هذا بسبب آلام دورة شهرية، فهذا الأنتي بروستاغلاندين ما حيمشي عليه. أيوة. هذا يا إما بحاجة لجراحة، يا إما لأنه فعادة مثل هيك بس يكون في دورة مؤلمة ومتكررة وكذا، لازم استشارة الطبيب لحتى نشيل كل هالأسباب هيدي، وساعتها بنقول إنه هذا أولي. طيب هذه الآلام المصاحبة بتضل هي نفسها ذاتها مهما اختلفت المرحلة العمرية؟ اكزاكتلي.
80% من النسوان بيعانوا من ألم الدورة الشهرية. والأغلبية منهم بيكونوا لما بيكونوا بعدهم صغار وبتبلش عندهم الدورة الشهرية وبيكون عندهم الرحم عم ينقبض كثير وبيكون عندهم، لأنه شو بيصير بالدورة الشهرية؟ الرحم بينقبض لحتى بطانة جدار الرحم تنزل. هذه البطانة بتتجاوب للهرمونات، الهرمونات اللي بيطلعوا من المبيض بيشتغلوا على البطانة، هالبطانة بتتهيأ لحتى يصير في حمل، إذا ما صار في حمل بده يصير في دورة شهرية، بس لما بتصير في دورة شهرية بينزل بطانة الرحم، فهيدا دم مع شوية خلايا بدون ينزلوا، لما بتكون البنت بعدها صغيرة بيكون مسكر عنق الرحم، فبيصير في انقباضات كثير ومسكر، بده يصير في وجع كثير. لما بتتجوز وبتحمل بتخف القصة، لأنه فتح عنق الرحم ونزل الولد وصار في، يعني سوري بس انفتح الطريق. ايوه اوكي، فبصير الانقباضات اقل وبصير الطريق اسهل، فكمان بتخف الالم. ايوه طيب، ممكن مثلا الانسان او المراه، يعني تحديدا بما يعني هي الموضوع الدوره الشهريه والمراه، انه ما تلجا لهذا النوع من الادويه وتلجا مثلا للمشروبات الحاره، اشياء اعشاب؟ أكيد. هذا النوع من الاشياء اكيد. هلا الطرق القديمه والاساليب التقليديه كمان كثير مهمه، وخاصه في مرضى كثير عندهم حساسيه على الادويه، واذا وحده مثلا عندها قرحه صعب كثير تاخذ هيك ادويه، فبتاخذ الادويه بس ضد التقلصات وضد الاوجاع، مش انتي بروستاجلاندين. بتاخذ اعشاب، عندنا اعشاب كثير نحن بحياتنا وبطبيعه بلادنا، عندنا الكاموميل مثل البابونج مثلا، القرفه، الزعتر، العسل، الستروبري، كل هذا قصدك، كله هذا بيمشي، بيساعد. كله هذا بيمشي، مش بس الادويه، هلا في نمط الحياه كمان. المراه اللي بتشتغل، المراه اللي عليها ستريس كثير، المراه اللي ما بتعمل رياضه كثير، المراه اللي هذا قصدك بتزيد الالم عندها، يعني يفضل تكون نشيطه تلعب رياضه، يعني لازم تعيش حياتها، لازم تمارس رياضه مثل رياضه المشي، رياضه السباحه، لازم تمارس مثل اليوغا كثير بتساعد. و هلا الطب الصيني والطب الكوري كله هذا بحطوا اشياء دافيه على البطن، بوزيشن معينه لحتى يخفف الوجع، بس كله كمان مثل ما قلنا لازم يبلش قبل، يعني حتى نطلع بمعلومه انه منشان تخفف من هالالام مش بس تلعب، مش بس رياضه، تكون نشيطه، المشروبات الساخنه اللي ذكرتها بتخفف، زي الزعتر، البابونج، التوتر، العسل. نعم. والابتعاد عن التوتر. الابتعاد عن التوتر، الابتعاد عن التدخين، الابتعاد عن المشروبات الكحوليه، الابتعاد عن شرب الكافيه كثير والكافيين. طيب، احنا بنشكرك على وجودك معنا. كان معنا في الاستوديو الدكتور خالد طيش، استشاري امراض نسائيه وتوليد. شكرا لك. شكرا دكتور. اهلا وسهلا.